معناها أول حاجة اللي كيما امبرسيوني هو عدد الشباب والشابات، معناها الحضور أكثر من التناصف شوية، معناها سي امبرسيونون سي تري انتيريسون. حسب العرض اللي صار والفيلم صغير اللي حضرت على جزء منه، حسيت أنه ماهيش عمل وقت مؤقت ولا بونكتويل، معناها حسيت أن فما ديناميك كونتينيو اللي توصل إن شاء الله النتيجة اللي هم حاطينها من الأهداف نتاعهم، أنه حقيقة يوصلوا الشباب يكونوا طرف فاعل في المجتمع وفي الحياة العامة بصفة عام. دونك نتمنى بالحق أنها تواصل وأنها تحقق الأهداف نتاعها، على خاطر نحكيه على الشباب نحكيه، لكن اليوم ريت فعل أنا وريت فعل وتفاعل مع الشباب، والاستبيان اللي تقدم زاد مهم برشا، لأنه ربما هما خاطر من خلال توصيات تعطي أكثر ربما آليات للجمعية نفسها باش تنجم تخلق طرق العمل أفضل باش الشباب هذايا ما يرخش في ثنية، معناها باش يواصل للآخر وباش يوصل حقيقة. كل شاب من وشابة موجودة هنا تحس روحها فعلة في المجتمع المدني، في المجتمع السياسي أصلا. نتمنى هذوما الكل راهم النهار آخر سياسيين ويقودوا في البلاد باش نتهنى عليها. رانا نحن خدمنا كان على القانون الانتخابي، واليوم عملونا ملاحظة ياسر باهية قديش كان القانون نحافظه على حصة الشباب باش يأثر على مشاركة الشباب في الانتخابات. وهذه الكلمة هذه اللي سمعتها اليوم باش نوصلها للنواب الكل، معناها عدم وجود حصة للشباب معناها باش يزيد يخلي العزوف نتاع الشباب على الانتخابات كناخبين وكمترشحين. هذه واضحة. القانون نتاع اللامركزية راهو مازال مشروع قانون مازال في رئاسة الحكومة، مازلنا ما طلعناش عليه ومازلنا ما ناقشناش أصلا. أنا اليوم على القانون هو فما باب سابع من الدستور، الدستور اللي هو كما فسروا الشاب معناه السيد اللي قدم السبيان، حاجة مهمة برشا يلزمنا كلنا سياسيين والمجتمع المدني والإعلام يحكي عليه وفصل للناس، خاطر من خلال استبيان ورى قديش الشاب وقت اللي تفسر له معناها اللامركزية كيفاش هو بشوي اللي يقرر في الميزانية متاعه اللي تهم حومته وتهم قدام داره وتهم الفيلم النجم يراه في الحومة متاعه ما غير ما يهبط رقش من كيلومتر، وما عندوش معناها كل السياسية الثقافية الاقتصادية معناها نظافة المحيط كله يولي في يد هك الناس اللي يسكنوا في المنطقة ويقرروا. هو ما تجيش من حتى توصل حتى يقرروا حتى تعد على مجلس وزاري وحتى المجلس الجهوي وحتى وتهبط بعد حتى ساعات العباد تفد وما تكملش حتى المشاريع اللي تبداها في مخها، حتى ساعات تبدا الناس تبدا لونجاجمون بعد تندم تفد وتروح. يظهر لي كان احنا نوصلوها باش نضمنوا زاده انه الشباب باش يكون معناه يلعب دوره كمواطن مسؤول، زادا مش كمواطن عنده حقوق، كمواطن مسؤول على مصالحه ومصالح المجموعة. bonne continuation bon courage et que la jeunesse soit vraiment le moteur de ce pays.